السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يو اس تيوب، قناة الشباب المتميز. في هذه الحلقة بإذن الله أقدم لكم مراجعة على منهج مادة العلوم. هناخد مع بعض الوحدة الأولى التفاعلات الكيميائية، وأشوفكم بعد الإنترو وتكونوا ضغطوا زر اللايك. ورجعت لكم مرة تانية، وزي ما قلنا قبل الانترو في الحلقة دي ان شاء الله هنراجع مع بعض الوحدة الاولى التفاعلات الكيميائية. وقبل ما نبدأ بكرر رجائي ياريت تضغط زر اللايك. يلا بينا نبدأ بسم الله. الدرس الاول التفاعلات الكيميائية. ما هو تعريف التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. طيب التفاعلات الكيميائية دي لها أنواع، ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية؟ عندي تفاعل الانحلال الحراري وتفاعل الإحلال وتفاعلات الأكسدة والاختزال. تفاعلات الإحلال نوعين، منها تفاعلات الإحلال البسيط وتفاعلات الإحلال المزدوج. أما بالنسبة لتفاعلات الأكسدة والاختزال فليها مفهومين، مفهوم تقليدي وده المفهوم القديم، ومفهوم حديث أو المفهوم الإلكتروني الحديث وده المفهوم الجديد. يلا بينا بقى نخش بالتفصيل شوية في موضوع. يلا بينا دلوقتي نتكلم على أول نوع من أنواع التفاعلات اللي هو تفاعل الانحلال الحراري. تعريفه، هي تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها الأولية أو إلى مركبات أبسط منها. وفي أنواع مختلفة زي انحلال بعض أكاسيد الفلزات، يعني مثلا لو عندي أكسيد فلز في وجود حرارة هيديني فلز مع غاز أكسجين، والمعادلة مثال على معادلة 2HGO في وجود هيت يديني 2HG plus O2. طيب عندي كمان انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات، يعني يكون مثلا عندي هيدروكسيد فلز في وجود حرارة يديني أكسيد فلز زائد بخار ماء. طيب اديني مثال CuOH2 في وجود هيت يديني CuO plus H2O. برضو كمان عندي انحلال معظم كربونات الفلزات، يعني يكون عندي مثلا كربونات الفلز في وجود حرارة يديني أكسيد الفلز زائد غاز ثاني أكسيد الكربون، مثال CuCO3 في وجود هيت يديني CuO plus CO2. عندي كمان انحلال معظم كبريتات الفلزات، يعني مثلا يكون عندي كبريتات الفلز في وجود حرارة يديني أكسيد الفلز زائد غاز ثالث أكسيد الكبريت، اديني مثال بمعادلة CuSO4 في وجود الهيت يديني CuO plus SO3. وآخر نوع معانا اللي هو انحلال بعض نترات الفلزات، يكون عندي مثلا نترات الفلز في وجود حرارة يديني نيتريت الفلز زائد غاز الأكسجين، اديني مثال بمعادلة 2NaNO3 في وجود الهيت يديني 2NaNO2 plus O2. هنتكلم بعد كده على متسلسلة النشاط الكيميائي. ايه هو تعريف متسلسلة النشاط الكيميائي؟ هو ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. تفاعلات الإحلال نوعين، إحلال بسيط وإحلال مزدوج. تعالوا كده نتكلم الأول عن تفاعلات الإحلال البسيط. هي تفاعلات كيميائية يتم فيها إحلال عنصر نشط محل عنصر آخر أقل نشاطا منه في محلول أحد مركباته. أما بالنسبة بقى للإحلال المزدوج فهي تفاعلات كيميائية يتم فيها عملية تبادل مزدوج بين شقي مركبين مختلفين لتكوين مركبين جديدين. وانا لما اقول شقي يبقى التفاعل ده او الاحلال ده ايوني.
طيب احلال بسيط زي ايه؟ زي احلال فلز محل هيدروجين الماء. يعني مثلا يكون عندي فلز نشط زائد ماء هيديني هيدروكسيد الفلز زائد غاز الهيدروجين. طب اديني مثال بمعادلة ال 2Na plus 2H2O يديني 2NaOH plus H2 بيتصاعد اللي هو غاز الهيدروجين زائد الهيت اللي هي الحرارة. زي كمان احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف. يعني يكون عندي فلز نشط زائد حمض يديني ملح الحمض زائد غاز الهيدروجين. يديني مثال بمعادلة ال Zn plus 2HCl طبعا diluted يعني مخفف يديني ZnCl2 plus H2 اللي هو غاز الهيدروجين بيتصاعد. كمان عندي احلال فلز محل فلز اخر في احد محالي الاملاحه. تحل بعض الفلزات محل الفلزات التي تليها في متسلسلة النشاط الكيميائي في محاليل أحد أملحها. مثال Mg plus CuSO4 يديني MgSO4 plus Cu بيترسب. طيب ده بالنسبة للإحلال البسيط. تعالوا بقى نشوف كده الإحلال المزدوج. زي إيه؟ زي تفاعل حمض مع قلوي اللي هو التعادل. زي مثلا حمض زائد قلوي يديني ملح زائد ماء. مثال بمعادلة NaOH plus HCl يديني NaCl plus H2O. وزي كمان تفاعل حمض مع ملح يعني يتوقف ناتج التفاعل على نوع كل من الحمض والملح. مثال بمعادلة Na2CO3 plus 2HCl طبعا مخفف يديني 2NaCl plus H2O plus CO2. وكمان تفاعل محلول ملح مع محلول ملح اخر اللي هو الترسيب بين قوسين. يعني مثلا يتفاعل محلول ملحين مع بعضهما لتكوين ملحين جديدين احدهما يذوب في الماء والاخر يترسب. مثال بمعادلة NaCl plus AgNO3 هيديني NaNO3 plus AgCl بيترسب. هنتقل بعد كده للكلام عن الأكسدة والاختزال، وطبعا هتناول المفهوم التقليدي والمفهوم الإلكتروني اللي هو المفهوم الحديث. أولا المفهوم التقليدي لعملية الأكسدة هو عملية كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة الأكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها. ده المفهوم التقليدي. طب ما هو بقى المفهوم الحديث؟ هو عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر. ده بالنسبة للفرق ما بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث لعملية الأكسدة. طيب تعالوا بينا نتكلم عن عملية الاختزال. عملية الاختزال هي عملية كيميائية ينتج عنها نقص نسبة الأكسجين في المادة أو زيادة نسبة الهيدروجين فيها. طيب المفهوم الحديث هو عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترونا أو أكثر. طيب تعريف العامل المؤكسد هي المادة التي تمنح الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي. ده بالنسبة للمفهوم التقليدي. طب المفهوم الحديث هي المادة التي تكتسب إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طيب العامل المختزل هي المادة التي تنتزع الأكسجين أو تمنح الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي. طيب ده المفهوم التقليدي. طب المفهوم الحديث هي المادة التي تفقد إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. هنتقل بعد كده للدرس الثاني اللي هيتكلم عن سرعة التفاعل الكيميائي. ايه هي سرعة التفاعل الكيميائي؟ سرعة التفاعل الكيميائي هو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن. وطبعا زي ما انتم عارفين ان التفاعلات الكيميائية بتختلف في سرعة حدوثها، فهناك تفاعلات سريعة مثل الألعاب النارية، وتفاعلات بطيئة نسبيا مثل تفاعل الزيت مع الصودا لتكوين الصابون، وتفاعلات بطيئة جدا مثل تفاعل صدأ الحديد
وتفاعلات بطيئة جدا جدا مثل تفاعلات تكوين النفط في باطن الأرض. فلو بصينا مثلا على الرسم البياني اللي موجود معانا ده وتأملنا فيه، هنلاقي إنه في بداية التفاعل الكيميائي تركيز المتفاعلات اللي هي N2O5 هيكون أكبر ما يمكن بنسبة 100%، لكن تركيز النواتج على النقيض اللي هو بتاع NO2 لوحده والـ O2 لوحده اللي هي النواتج التفاعل هتلاقي أقل ما يمكن بنسبة 0%. أنا بتكلم عن التركيز، تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج. لكن بمرور الوقت هيقل تركيز المتفاعلات وهيزداد تركيز النواتج، لحد ما نوصل في نهاية التفاعل الكيميائي هلاقي ان تركيز المتفاعلات اقل ما يمكن بنسبة 0% وتركيز النواتج هيكون اكبر ما يمكن بنسبة 100%. وطبعا احنا عارفين ان سرعة التفاعل الكيميائي بتقاس عمليا بمعدل اختفاء احد المواد المتفاعلة او ظهور احد المواد الناتجة. وطبعا زي ما انتم عارفين ان في عوامل كتير مؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي، زي ايه؟ زي طبيعة المتفاعلات وتركيز المتفاعلات ودرجة حرارة التفاعل والعوامل الحفازة والانزيمات. يلا بينا نتكلم عن كل نقطة من دول على حدة برضو بتفصيل، ما يكونش ممل وفي نفس الوقت ما نهملش اي جانب من جوانب العوامل المؤثرة دي. اولا طبيعة المتفاعلات، انا عندي نوع الترابط في جزيئات المواد المتفاعلة، عندي مركبات أيونية ومركبات تساهمية. المركبات الأيونية تفاعلاتها سريعة لأنها تتفكك تلقائيا عند ذوبانها في الماء إلى أيونات، ويكون التفاعل بين الأيونات وبعضها زي ما انتم شايفين في الشكل اللي قدامكم ده. أما المركبات بقى التساهمية تفاعلاتها بطيئة لأنها لا تتفكك عند ذوبانها في الماء إلى أيونات، ويكون التفاعل بين جزيئات المركبات التساهمية زي ما الشكل ده كده بيوضح قدامكم. بالنسبة بقى لمساحة سطح المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل، عندي هنا قاعدة مهمة بتقول كلما زادت مساحة سطح المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل زادت سرعة التفاعل الكيميائي، زي ما الشكل ده كده بيوضح قدامكم. تاني حاجة معايا او تالت حاجة مع بعض، زيادة تركيز المتفاعلات او زيادة درجة الحرارة، طبعا ده بيأثر كتير على سرعة التفاعل الكيميائي. وفي هنا قاعدة مهمة لازم ناخد بالنا منها، انه يزيد عدد التصادمات المحتملة بين جزيئات المواد المتفاعلة وبالتالي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. واخر عامل معانا من العوامل المؤثرة هي العوامل الحفازة والانزيمات. ما هو العامل الحفاز او العامل المساعد زي ما احنا بنقول عليه؟ هي مادة كيميائية تغير من سرعة التفاعل الكيميائي او معدل التفاعل الكيميائي دون ان تتغير. وعندي اقسام اللي هي تفاعلات الحفز الموجب وتفاعلات الحفز السالب. تفاعلات الحفز الموجب هي تفاعلات كيميائية يقوم فيها العامل الحفاز اللي هو الموجب بزيادة سرعة التفاعل الكيميائي. اما بالنسبة لتفاعلات الحفز السالب هي تفاعلات كيميائية يقوم فيها العامل الحفاز اللي هو السالب بخفض سرعة التفاعل الكيميائي. اكيد العامل الحفاز ده بيكون له خواص. ما هي خواص العامل الحفاز؟ خواص العامل الحفاز، ركز معايا، يغير من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان يؤثر على بدء او ايقاف التفاعل. 2، لا يحدث له اي تغير كيميائي او نقص في كتلته بعد انتهاء التفاعل. 3، يرتبط استثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة ثم ينفصل عنها بسرعة لتكوين النواتج في نهاية التفاعل. 4، يقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي. 5، غالبا ما تكفي كمية صغيرة منه لإتمام التفاعل. وهنا نحب نتكلم عن الإنزيمات. الإنزيمات هي مواد كيميائية ينتجها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازة لزيادة سرعة التفاعلات البيولوجية أو الحيوية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو عندكم أي استفسار تكتبوه تحت في الكومنتس، ولو ما عندكمش أي استفسار انزل صلي على النبي في تعليق من التعليقات، ولو دي أول مرة تشوف القناة ياريت تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بكل الحلقات،
واستنوا الحلقة الجاية إن شاء الله هكون جهزت فيديو الوحدة التانية اللي هي الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي. بشكركم جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.